السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد على قناة ترو جيمينج مع الشباب الحلوين عمران، سلمان، أحمد ومحمد. واليوم التحدي ردد، ولا تخافوا ما في أي حرق في الفيديو، ما راح نحرق عليكم ولا شيء. فكرة التحدي بسيطة، كل واحد مننا راح يدخل هذه القرية، اخترنا قرية في اللعبة، قرية عشوائية كذا، كل واحد مننا راح يدخل القرية، بنشوف مين أكثر واحد فينا يقدر يقتل أكثر عدد من الناس قبل يموت. اوكي، والنشرة عند عمران هنا قاعد يسجل على ورقة وقلم. اوكي، كيفك، تقدر تستخدم اي سلاح تبغاه، تقدر تستخدم اي طريقة تبغاها، اهم شيء ما تعالج نفسك ولا تهرب. بسم الله، يلا بدينا. بسم الله. اوكي، الاستاذ سلمان، بداية جميلة، قاعد يترقب الناس. التارجت الاول قاعد يترقب الناس. اوكي، واحد يمسك هنا البنية. اوكي، شوف واحدة وراها الآن. اللي بعد قاعد يضغط اليد بقوه. انتف انت روح، هذا لسه ما مات. هذا ميت. اوكي، ها هذا مات. ثلاثه. اوكي، وانا البقيه. الخيول تنحسب ولا لا؟ بلا وجعنا حقت كل الخيول. ايوه، هذا كم؟ هذا ما مات الظاهر. هذا مثل فراسه والله. هذا خلينا نحسب انه أربعة. ما مات. شوف هذا، والله شوف قد يزيد. اي قاعد يهرب. عطى كمل عليه. شوف الواقعيه، قد ينزل نزيف كذا. والله شايف، والله جد ادعس. هذا اول مره اشوفه. خلاص حيموت والله. خمسة خلاص قدامك ناس. خلاص ستة. يلا ستة. اصلي عليك، ستة مع سلو موشن، هذا بلس. خلينا نسوي كذا شوية حماس. سلو موشن يجي بلس معك، تروع شوي سلو موشن. احسن بلس 2. انا بعطيه بلس على بالله. ما هي فكرة حلوة؟ حلوة. اي خلاص ممتاز. محمد وافق. خلاص محمد، اهم شيء محمد يوافق. ثامن. تعرقل. هذه قتله كمان، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هد اللعب يا سلمان، هد اللعب. يعني كم؟ 1 2 3 4 5 8 مع 2 سلو موشن 10. يلا هذا التاسع. ما شاء الله. خلص القريه زين، خلص عشان ما تدخل ما حد. ايوه. مع نقطتين هذه والله في الخشم. 13 هذه الحين صارت. خليك على الثنتين هذه احسن. اي سلو موشن، كلنا نفس الشيء، قوانين نفسها لكلنا. ووجهتك عرب عز. شيء يزيد نفس والله. جو الكبار هذول اف بي اي، هذول حقهم ايام زمان. هذول اثنين دقيقه استنى. واحد والثاني مات. اثنين. اوكي مات الثاني. اها. لا الحصان مسكين ما له دخل. ايوه سلام عليه. قتل هذا. ايه، وهذا كمان قتله. لا في واحد ما شاء الله. والله سلمان طاير فيه. ماني شايف اي قوه منه، ما في رده تفاعل، ما نقص وما جاله طلقه واحده اصلا. الا جاله يا شيخ. بلبل كمل. والله هذا المفروض بالسالب. لا كسر العمود الفقري وبيروح يا ابوي. 500 ترى الباونتي اكبر شيء عندك. اها. لسه ما مات لسه. ايوه هذا مات، نحسب لك اياه. الحصان سيبه ينقص منك سالب بالسالب. الحصان اذا قتلته صحيح. ايه قوانين عمران. قوانين من اللعبة. بشر عادي تقدرون، بس احسن. لا ليه اللعبة تكون زي كذا؟ عادي تستخدم عادي. ايوه والله باقي لك. لا بدون داداي، ممنوع داداي. لا مسموح. نقطتين، ممتاز يا سلمان. والله خلاص ممنوع. يا اخي هذه الحركه ما عجبتني، اللي تضغط الزر مره ثانيه عشان يعشك. كمل عليه يلا. هذه حبه بالموت. أوكي. مات. اوكي يا جماعه، شدوا عليه يا عمي، مو كذا والله. ما يعني باقي له، كان باقي عليه نص مليون باونتي، ما يرتفع المشكله. المنطقه دي دقيقه، انا حسبت اثنين ولا حد اللعب. سلمان موت. خلاص اطلق زين. لا ما اكلمك، اكلم الكمبيوتر. باقي له ضربه ويموت ولا خلاص النهايه السعيده. النتفه جايه. هذا واحد. هذا اللي على اليسار الاتش بي. ايوه سلمان. برافو كم سلمان. كم نقطه جات لك؟ والله عده صعب. سكينه علق وطلع السكينه. يا رجال درع عنك وخرعته. اوكي واحد احسب له واحد. يلا يستاهل. ما مات. لا يا اخي مات. لا يلا الحين مات خلاص. ايوه نتف بل من بعيد هنا. كلهم بشر قدامك، تقول لي روح لهم. روح لهم، خلني اعرف كيف يلعب. اول كيف يلعب. ايوه سلام عليك احمد. ايوه كمان واحد. عادي كمان. عادي يلا اثنين. والله عنيد ذا مرض يموت. ما مات. كيف بي اي خلاص كذا انتهى. وراك اثنين. هذا صح.
عطى يجيب الثالث يا عيال. ايه ايه يلا ها هذا الثالث يا غير لما لعبت على السويتش الجرافيكس. ايه صح 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 واضح انه بس واضح انه معنيفين مع احمد اكثر من إيه. سلمان سلمان سلكولا وين رايح؟ وين رايح؟ اكل ورد انتحر. ثلاثة ثلاثة لا هنا واقعية زياد. شوف حتى نطف الموية وما تشبكم يا عيال. ما عليك الحين بس شوف 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 تعلم أحمد تعلم تعلم نتف هذولي بقول والله لا افتتح فيكم يا كلاب. أيوة أيوة خلاص خلاص سيب الحصان في حاله. أوه واحد كم حسبت لي كم حسبت لي أنا أنت أربعة يعني أنت قلت لي إذا ثلاثة يا رجال خمسة ولا تزعل. والله محمد طيب كم حي كم قتل كم قتلت انت ثلاثة الحين هذا الثاني هذا اربع الحين صار الثالث ثاني الثالث والرابع مع سلو موشن في واحد فوق الحصان ذبح سلو موشن سلو موشن انا قتلت واحد سلمان قام يغار مني يلا اطلق الخامس اطلق يا خمسة هذا بديت دبه قتل واحد هو قتل البنت عيال ما انتبه لا 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 ما قتلها سابا ليش تترك البنات هي هربت هجت هجت مني هذا ما مات ترى لسه ايوه 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 اي اوه فا فا ليه ليه اقتلوه كفو 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 هذا مات كمان اوكي يلا يلا يا دار انت واضحك انك بس اهم شيء انك تعدي احمد بس انت عديت عداني عداني باثنين الله 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 صار خرب عليك ايش اللي الله خرب عليك ريلود ريلود وشو بي بي دائره يا اخي انا طالب باعاده ال والله حاولنا نغششك احمد نقول لك لازم ما في القريه تعكس اللي تعكس كلام يمين يمين موجودين يلا قتله دي استنى قتله ولا لسه لا لسه احمد احمد يلا ما عليه ما عليه كم الفرق بيني وبينك ثلاثه كثير كثير هو بايز هو بايز يلا عمران عمران والله شوف التكو شوف الرواقان شوف الواقعي قدر ان عمران بيلها بتسجل لا انا اثق محمد والله اثق محمد انا الشاهد كرك حق الكرك كرك الكرك يلا عمران يلا ها خمسة ستة سبعة أصر ثمانية خمسة أول صف أول صف خمسة أربع خطات بدل الخامس والله كذا ما أدري ما عمرك خلاص سبعة سبعة أحمد ما عمرك انسجلت وأنا تسعة أيوة في السجن زي كذا يحسبون واحد اثنين ثلاثة أربعة بدل خطة بال والله شوف الحرش هذا أول واحد أذبح لو منه بال بال دي سنة بين الثاني والله حقت سلمان حسب الخوف ايه ثلاثة بسرعة يا شيخ اربعة يلا سلام ارمي نفسك الماء ارمي نفسك الماء خمسة يا ابو ايش بو ذا ما يكتب دقيقة استنى السلاح هذا هذا كويس السلاح سبعة والله دوبي كنت مشغل في تهديد اه والله من جد يا اخوان انا اخذت السلاح البايخ من جد راحت عليك راحت عليك ثمانية والله سلمان اثبت علو كعبة استنى استنى وخر انت لا تخرب علي وخر هذه نقطتين يلا عشرة ايوه عشرة موجه عشرة اوكي يلا صدر اوه قتلت حصان انا لا 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 يا واقعية زيادة يا شيخ مو تكفى يلا هذا واحد زيادة ثلاثة سلو موشن أربعة يلا حتى في حقيقة كذا لما تذبح واحد لما تقتل واحد فلة كذا تحس بالعطية جا جا قدامك دقيقة تف مات يلا مات مات أحمر معناه مات بل هذا كل رصاص واحد يلا دقيقة استنى اثنين وصل 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 ثلاثة الحصان دقيقة استنى ما ابغى الحصان انا في واحد ثاني ما مات يلا واحد زيادة يلا يا شيخ بسرعة عشرين يا عمران يا ابوي ايش بوي 21 سلمان ياها لا 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 ما اقبل الفايز يعشينا صح ولا
22 والله هرب هرب. اوه هذا اللي انحاش، اوكي يلا حسبت لك اياه. يلا وين ذاك؟ 23 عمره. مات. ايوه 24. مات. مات؟ اي على طول. 25. والهيلث كويس. ها؟ اثنين هذولي راحوا. اثنين؟ والله اني. ثلاثة وأربعة. واحد ثاني. جبته، عدلته. وهذا 30. اوه بالله 30 خلاص وصلنا؟ طيب يلا الحين نسوي الحركة خلاص. طيب. شوف وراك أنت كم واحد. أنا عارف إنه ممكن. بول والله جو قبيلة كاملة. استنى يا عيال استنى. 31. خلاص. 31. فزنا او فزت انا لحالي. ما في والله 31 ما شاء الله. النشره النهائيه كنت بروح عند واحد كذا امسك المركز الاخير احمد سبعة نقاط يا لطيف. بعدها انا 9 7 بس هي 3 بس سلمان 29 ما شاء الله بعدين عمران 31 بطل اليوم. طيب سؤال سريع للي ما اشتروا اللعب ولا جربوا، الله التكوى كم تقيمونه من 10؟ دي انت اخر واحد، خليك اخر واحد بنسمع عشان اول اهم صراحه من بدايه. احمد 10 من 10. سلمان 10 تخشي 10. لا 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 11 من 10. يعطيكم العافيه شباب، كم معكم شباب ترو جيمنج. هذا مقطع ردد، اذا كان عجبكم ردد تبون مقطع ثاني تعرفون الجواب 5000 لايك يعطيكم العافيه عشان نعرف انكم متحمسين معانا. وإذا عندكم فكرة قلوها، إيش تبون طريقة التحدي الجاي في ردد؟ يعطيكم العافية شباب، نقول لكم مع السلامة.